إلى أي مدى دكتور تؤثر مسألة هدر الطعام وفقد الطعام على الاقتصاد عالميا؟ الطعام سنجد أن هناك كميات كبيرة بالفعل تهدر، يعني 30% أو 40% من الأسماك واللحوم، 56% فاكهة وخضار. إذا هذا بدوره يؤثر، لأن هذا يعتبر جزء من الاقتصاد. لو نظرنا إلى قطاع الزراعة، قطاع النقل والمواصلات التي تنقل السلع، قطاع المطاعم، قطاع السياحة والفندقة، كل هذه القطاعات تتأثر أو لها دور في فيما يحدث من عملية هدر الطعام. ولو نظرنا حتى في عالمنا في الشرق الأوسط، هناك في الإحصائيات ما يقول أن الفرد يهدر من 200 كيلو إلى 80 كيلو في السنة، وهذا يعتبر كمية كبيرة. فبالتالي يجب أولا أن نهتم بأن هذا جزء من العملية الاقتصادية، عملية إهدار الطعام هو مادة، هو جزء من الاقتصاد، هو سلعة، حتى السلعة الزراعية عندما تهدر في الأرض هذا شيء يعتبر مهم جدا، يجب أن نضعه في الاعتبار. هناك طبعا يعني هناك ربط بالتأكيد بين هدر الطعام ومسألة الأمن الغذائي تحديدا. هذا صحيح، ونحن منذ سنوات والعالم يتحدث، وهناك العديد من الأبحاث التي تقول أننا أمام مشكلة غذائية وعلينا أن ننتبه لهذه المشكلة الغذائية. فهذا ما يجب الآن، والحكومات تعمل جاهدة على إعادة بعض الأشياء الهامة التي تؤثر. فبريطانيا على سبيل المثال، هناك العديد من المحلات التي باتت تعزف عن وضع أسعار نهاية المستهلك، يعني تاريخ الصلاحية يستغنوا عنه لأكثر من 500 سلعة.